كلمة دي فضيلة الشيخ محمد عدومل قرانك إيو أهمية دي إيو تفسيرك كساب سنيت فلتفضل مشكورة مأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى إمام هذا تبارك وتعالى إنه وافد شيء إنه نسونا مع أنه مساجد كان بركيسان مسجد أبو بكر الصديق وحافظ إسلي مساجد كسيس كلو يقانو إنه أكلني إنه ما موصنا إلهي تبارك وتعالى كلام كيسة قرآن كريم كا الله إنا وافتشي ومهد سكاله رمان تيد. بعد ذلك أنا وحن رغمه دعلينا والله كوها ولن برنامج كا ترتن كا قرآن كا كريم كا أضيتهاي قدقة قرصور كا إيه أضيتهاي قدقة أتاقن مامل كا إيه غانا وأمه دعلينا إلهي ميزان كا حسنات كا وصار الددال كودا إن أخيارتك سوقي بك شيء حفلة دم فريتان كذا يجنا مع سين جزاكم الله خيرا. مهمدو سيدا دكتور كو شيء وحي هيد إن أن حفلة دن أن ونقول لها منه المسابقة دي مسابقة دي هاي باللابتي شيخ بوكر وجودي مساجد كما تلية يا ينو ده فري إن أدب وما سيهاي كلية تا وعندونا يا إنان كوكر ديو إن قرآن كريم كا فضل جيسا يقدر كا ومدن يهاي ونتي واوضا نقانا مسلمين تنا قلبي قوضا وكوي متك عامي قا يكا علماء دا رقيا دمر با قرآن كو قلبي كان أدب وقوي وين إذا قلبك أنه كون يهين ومضيع يوح كسي في عنب ومضيع قرآنك وعليه نابور تبارك وتعالى كلامك سوى وهذا الكي ربك تبارك وتعالى هذا المخلوق معه وهذا الكي خالقه إن أبور تبارك وتعالى ساسترى ديد بمضيع هاي رنتي إن إنت أقبضا يقياس تأقبضا لما موسي كرو إن لما موسي ومدو انت كتابك الهي وينينيسو استان بي اوتهاي اني قيمة لده مركزتو كتابك الهي قيمينتيسو اي دحضو وكو يرادنا استان وحي اوتهاي ومداس اني تومدو اللوذي وان قيمة لهي ومدو مسلم كوحي قيمة كل هذاي وإلهي كتابك سي قرآن كوي اما هنو قطو برشديسا اما هنو قطو فهم كيسا اما هنو قطو كردقن كيسا ونلاش قيبه هذا كله قديسان قرآن كله رقمه وما دني قرآن بيحكته إلهي واجي مسلمين توي عزيي أو كراميي ويدون كحوج ياشين ويعالم كان هو جامين يين ويدين عوال بكوه الرئي قرآن كاسي كوه مرين هذي دب دعين ولا جر رئي ولا جعت كهذا ولا قبصده ولا جميستينا وحكى أنا وحوي القرآن كي بدينا عسكريا. القرآن كان مركب وحوى عزجة هي كرامة هي شرفتة ومضى مسلم كوا. دقن فهم برشة كده دالد انتبه. انت سوى كوفيلن. حكوفيلن سيدا ونوشة أخونا الشيخ موليد أوت المامي. ومضى مسلم كادت كأو كرامة بدن أو شرف بدن بق القرآن كدنيا. كم برنايا. كبرية كدد علي ومجتمع مسلم كادتك وقصي توا نبي قانون صلوات ربي وسلم عليه أحاديث آدو فربنا بكت المامي قرآن كنا آيادة كم إذا إلهي وات المامي تبارك وتعالى إن إلهي أمده كدورتي إنت قرآن إنت رحشي كتابك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أضو مضي إذا إنت آن دورتي
ayaan quraanka dhaxalsiiyay baa leeyahay tabaaraka taala. Adoomada inta laga xushay oo Ilaahay ka doortay waa inta quraanka la dhaxalsiiyay oo quraanka qaadatay. Allah tabaaraka taala wuxuu noo sheegay markii suurada laga hadlay quraanka kamid oo suuratul faatiha, nabigeena waxa lagu yiri tabaaraka taala, nabigeena waxa lagu yiri sallallahu alayhi wasallam, ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه وحان كسيناي فاتحده هدي فاتحده لو سيينا وحا ددكا لو راخيهو لسيو الدنيا هو هنقلتاغن وح كقيمه بدن با لو سيي الدنيا دو فاتحه كقيمه بدن هل ايده با كقيمه بدن هل حروف ابا ادوك يحدالون كقيمه بدن او كميد القران الكريم بل طاعه الهي وح سنه اهو ان واجباتك با كجين با ادونك وخي دخياله كقيمه بدن ساس درادت الهي تبارك وتعالى كلامك سي قرانك ان لا قدريو لوينيو يو قيب كيهي برنامجكني او لو دغ لوو دير رجلي اردد دد واوين دد يرب ان قرانك لا دنيو لا برتو الهي فضلك سي تبارك وتعالى هذا نهي مجتمعا أدب إلهي نوغو فضيلي إنا قرآن كبرانو وإن قرآن كأخرينو وإن قرآن كحفظينو إنه قرآن كو لقد وكو قرآن عربي وكو سودكي أين هدانا لقد إني أهين لقد هو يدين ماها وإن قرآن لأني وإن نقان ماها روح برتيم وي هدانا مع ذلك وحين كم النهي مجتمعات كأدون كحفظي قرآن كأو ستين كم النهي عرب يعجب بمركي اللي يسوقيه صفك هران كجرنا وإلهي فضلك تبارك وتعالى روح الصومالي وأن قرآن أخرين كرين ويريه رقي ودمر حفظي مركي اللي قدتك وحدكو قران إيسا مساجدك لعالم كمركي أدبرته مساجد مركي صلاة الصبح لقب حدودك وضع فريسان أيان وقرآن قادنا أيان المصاحفتي اللوايه ويرتاين أدركته ساج كان سمارك افرت نوع مصاحف بابوح كما يال مصحف بايال من ورك قارك وخا لاغي با ان ادويدو مصحف القران كاخرسد مساجد قاركود وحاد اركيسا تقريبا ضد ادو بدن با كوتغدو كما يال هادنا مع ذلك دور مصحف او غوغو ان بايال لما اخرستو لما اخرستو مرك اخرسكي يا حفظكي baldood marka ay social media la soo galay wiil yar oo Soomaali ah oo aanu maleeyay daadiis istalo malawi toon jir meelahaas miya 13 jir baan ku qiyaas waa Europe buu joogaa marka Carab iyo Ajam buu tujinay taraawiix buu tujinay codkiisa iyo wiilkaas uu isugu kalsoon yahay waan la yaabay anaa la yaabay marka Ilaahay fadli uu nasiiyo tabaaraka ta'aala فضلك إلهي إن سيينا وإن لسيحو جيو هذه بادية اللي تشوغي وادقر نيسان قرآن كبادية اللي برنجر ناقو حمكو صوب براني يوضو الضبل الشداي ساقال ساعي هبين نمين تانا لكعيو ونحابس وقرنو وضبل الشدو وضب كاسي اللي اسكو وريجيو ومعاليكو ندحيستاقو ساسا اللي صوب برت بادية حتى فيرو وحي معي قبسنجر المعلمين بي قبسنجر مركا natiijadaas ay ka soo baxday waa wax Ilaahay inuu fadilay tabaaraka wa ta'ala loo baahay marka in la sii ilaaliyo hadii la magaalobo magaalo la soo galay in quraanka sii jiro xifdigiisa sii jiro la sii xoojiyo la karaameeyo dadka quraanka bartay la maamuso loo muujiyo inay wax weyn keenayn wax weyn oo qiimo badan iyo martabad sare inay gaadheen in loo muujiyo laana dadka intooda badan hadda maanta adduunka joogay waa in dheer garato inshaasi wax ku qaataan wixii ay dadku arkaan in la qiimeynayo waa ku dadaalaya wixii ay arkaan in aan la qiimeynaynina waa laga tagaya isticmaalka iyo gumaysiga waagu caalamka islaamiga qabsaday si uu si farsamaysan u diinta meesha uga saaro ayaa wuxuu keenay waan garanayaa iskuulada markaan dhigay jirna xisa waxa ku jirtay la yiraahdo diin iyo carabi diin iyo carabigaasi waxa la gelin jiray xisadaha meelaha oo kadeedka marka la daalan yahay xisadaha ilmuhu waa ay hadana ardada macallimiintu waxay ugu naxbihiin macallinka dhiga carabiga iyo diiniga dhiga
لأن وقت الاستعمار وحوق تلقي معناها إنه ضدك تص إن الدين تحمل وجهلين. الصومالي دي هرنا وحاس كرنا عربي مقالك مركز واحد هذين. هذا ضربته إنا توكستان عربي برو. هذا ضربته إنا فانتان إنكريس برايده. إنكريس قال لغة لغة فاني لي عربي كان قال لغة لغة دورسه. وحاس محاكيني وحاكيني قميصك حاكيني. استعمار كي بقول لقيني كديبنا والإسكال قنت. هذه أندوني نمر كبرامج كائن عكس جيس أبورنه وإنه مدة لحه ذا لقى أبوره إنه قرآن كسر رأي وحكست. ضدك قرآن كبرتين وحكست كسر رأيان. معلك قرآن كي يقان إنه كشرف بدن يضدك تنتي سكالي. إنه أدون كي كم شهر في عين. إلماها قرآن كبرتين وقرآن كترتن كيس أكو باسي وإنه كجائز في عين. العقبة لو بحنايا إن محوها هاي لصوص عرور إيه دنيا رب بنوني كور رئيسة يا العقبة لو بحنايا كوي قرآن كبرتين يجون شين لو بحني أيام مركي محوها هاي ماموس وبهنايا ومضح ذي الله بهنا إني ماموسان ماموس قمري مشر لأن وحوي الدولة ده هني بواحي أوفه فين دنكي صحبة هي دنا هاي دينتي بواح لقى دقي وحن محوها هاي كمتشرو كاتيجوري جدول كدولة ده دين تي وحقبت كذا ملوين كمتشرو بينما أي تهاي دولة ده كمسلم كانين كمسلم كي مدح ذكية هاي مهامتي الشقة ذا مدح وينها وح أقول مهم سن إنه دين ده حقبت سؤال شو هو الرسالة هي ودين دوننا وإنه دين تي إذا محاذو قبته واحد إنتو سن شد سن أو سن سوى جهاتين أو سن وسارة لها قرية ودس أو سن أمني كهل يا أو سن دمر كوحوقة وانا قيبت أقوه الرئيس وإن النقطة دين تين وحكا قبت ساس تراديد بي كتب السياسة دا شرح كهل شوحي لها دان واجب كأقوه الرئي إيه مدح مسلم كوحويان إنو دين تحكا قبت دين تحوشيو الدنيا دو مركز دين تراعيسا لكن أقوما بجرتبا كأقوه الرئي وحوكو ليه وسارة بانو سمي ميده هبل قال لي شرو صوماليا وصوماليان اي كيرتي ترتن سياسه كرسي لوغو جير ميده هبل قال لي نادا كو جيرو قال ددك ريدوبه كميده با ترتنكا كو جير مرغ رغي ترتنكا مدحوينو او تاغناي ني ولبو ترتنكا ويا وها لوغو غلا دينتان وحو قوان يو مساجدان وحو قوان يو مدارستان وحو قوان يو با لوغو غلا هادو مركي سو غلان وحو مو قبطان asagu la ugu ka dacsana gaalba ahade asagu wuxuu waranuu diin baan wuxuu qabaydin dhif mahay oo maba rumaysniye laakiin wasiir baan u sameeyay buu wasiir marka waxaan ka wada waxa laga marmaan ah madaxda muslimka inay gudoonsadaan diintani wadaad malaha culimana malaha caama goonina malaha masuuliyad madaxda waxa ugu horeeya inay diinta karaameeyaan way ehelkeeda karaameeyaan oo quraanka karaameeyaan saas daraadeed warkayana idin ku badinina insha Allah ta'ala barnaamijkan barnaamij saa loogu talagalay taqriiban sanadkii 12aad buu socdaa waxa Ilaahay fadhigiyo meelo badan bisha Ramadaan in caruur tartan la galiyo oo quraanka tartankiisa lagu dhirigeliyo meelo badan bay ka socdaa meela qaar kood wali Ilaahay fadhlu saxway wayan damaway bilaabeen inay madaxdu ay muxuu ahaay quraanka iyo ardada ku baasay iyo inay wax uga soo dhaweeyaan oo la kulmaan oo abaal gudiyo siyaano meelaha qaar kood landisyada Soomaaliga mid ka mid qaar ba madaxda ama bixisaba muxuu ahaay lacagta lagu galeeyo ee ardada la siinay meelaha qaar kood ardada baawur ba la siiyay oo ardaygu u horeey yani wax weey baawur ba la siiyay waxa siisay nidaamki meesha ka dhisna wa ma sha sabiqaadu fi'an wa sabiqaadu fi'an wa in la siiyay dhirigeliyo baan innaga waxa noo dheer oo aan ku jirin meelaha kale intaan arkay sidii ay Alakh Mawlid uu tilmaamay ee Qur'aanka tafsiirkiisa qaybtaas oo aan ugu talagalay sax xifdigi waa ku fiicanahay laakiin xifdiga kaliya kuma fila Qur'aanka Ilaahay wuxuu u soo dejiyay in la fahmo kadibna lagu dhaqmo fahamkii baa markay inaga maqan maadaama luqadii Qur'aanku ayna luqadii hooyo ayna ahayn wuxuu keenayaa fahamkii Qur'aanka inagii baa xogaa kala fog jacayl kanu hayni akhrintii waxay inaga maqan fahamki in marka la abuuro inaan quraanka fahanno tafsiirkiisa fahanno aaliyadiina loo sameeyo taasan ku soo kordhinay sanadkii hore walilahi alhamdu
أرضا وحكا قيب كشي تراء جس عما لغو ترتمي أرضا يرير باقادتي أرضا يرير يا ما شاء الله سنة كان نسيدو كالي كوربانو يرقادني سدح جز وقيبة يا هل جز وقيبة يعني سنة كحيقان إن شاء الله تعالى وحرنا إن كورلوسي قادو إلى مركز دنبال لقارو عروري يرير وقران كورنان تفسير كيسا كترتميس سيدا لغو ديري قليا مكا قران كتفسير كيسي ومضا نحيادا سيدا قران كوبا اوهير قلي تفسير كنا انو هير قلو قول وين واحد برامج كاس إن شاء الله تعالى إساقنا ساسو بالله وحا قرب سعودة وإساقنا قيب كاا رقوا وين محمد الله العلمي كاا ويقنا سيقون يو تفسير كا يو قران كمعنين تيسي يفسيري ديسا يقنا الله براي وهذا قيبتي اوه الرئيسي بعد ما يسي والله بلوت كور امتحان كقادنا مسبيل كور بيهايد ايقنا ان شاء الله تعالى رمضان كدحدي يسا ايه نقون دون تا اسلام اربي نقون دون تا حفلة دا وحلو وضا قبنا يا رقي قران كدامي رقوا وين تفسير كدامي اللغو امتحاني عروت ير كأه قران كتفسير كيسا كشي كو حفظ قران كقالي لقاب الله قران كوردن الى قيبها كالي كلي حفلة دا ينوصل سعطة ان شاء الله تعالى ايقا سورنبا لو وضا قبن دون ان شاء الله تعالى ايه دا سانا اقول تلقلي ان ان داد مسؤولين ايو مضح ايو كان عستي ايو علماء ايو ليسوي ماد ان شاء الله تعالى تنو حيا هيدون افتتاح بيا هيد وركيان اذن كل ارين جزاكم الله خيرا اد بادو ما هتسنتهين وحن الرجين ان شاء الله تعالى مشروع عاسي سيداسي ودكتور كو اخريه انو نوغو هرقلي دونو ختم كيه قبا قبا دانا انو يسوي ماد دونو ان شاء الله تعالى إلهي تبارك وتعالى ويديسان إنا إنو إنو هرقليو وإنو فضوديو وربي تبارك وتعالى عرورتا قرآن كأو فضوديو معلمين تا إيو مسؤولين تا مدارس تا إيو مدردنا إن إلهي تبارك وتعالى إيغانا هاو شوضا إيو ديارين تا أرداد إلهي إيغانا أو فضوديو ربنا تبارك وتعالى قولي نغا قارسيو أجرنا إنغا سيو ددالكا إنو ونو جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد المل كلمات قيمها بدن وسو جديي القران كا اي اهميتيسا اي تفسيركا اي قرشها لو دجيي ان ددكا لوو غليو وليبا دايه خاصه تفسير القران الكريم كا اي ددكا وينبا هاد بو ما سن الله سبحانه وتعالى ميزانك حسنك كبيريو مشروعي اما با حفلتي انت سينو نو غبا غبود ان شاء الله تعالى عز وجل هدي وح أي جرى ملاحظة معلمين خاصة استفسارة وإليه وحفلان بان ربنا إنان أغانو وديريا الشيخ يحيى عبد السعيد ورئيس كاللجنة ذا إيو الشيخ لقمان أو أمين اللجنة أما سكرتير كاللجنة ذا أيا لحريري كتان إن شاء الله عز وجل أيا توصل لحريري سان إنتا سينكسو ختمينا كلمة ذي إيو محوى حفلة ذي إله سبحانه وتعالى هنا بركيو القرآن كان إله النويسر سبحانه وتعالى مدلقوا قوليست حفلة الله كديقو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله وصفاه.